العالم في دقيقة. الجيش الإسرائيلي يعلن أن صواريخ انطلقت من إيران إلى إسرائيل، ومصادر إعلامية إسرائيلية تؤكد أن طهران أطلقت أكثر من 400 صاروخ، وتضيف أن صفارات الإنذار دوت في جميع أنحاء البلاد من بينها القدس ومحيطها وبئر السبع ومناطق محيطة بصحراء النقب. وإلى لبنان وآخر تطورات الأوضاع الميدانية، حيث طلب الجيش الإسرائيلي اليوم من سكان جنوب لبنان إخلاء حوالي 30 قرية فورا بعد ساعات على بدء عملية برية ضد حزب الله في هذه المنطقة. وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة تعلن عن ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 41 ألفا ونحو 700 قتيل منذ اندلاعها قبل نحو عام، موضحة أن 20 شخصا على الأقل قتلوا في 24 ساعة الماضية. عملية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بمعبر الجرجرات الحدودي جنوب مدينة الداخلة تعلن عن إحباط عملية للتهريب الدولي لشحنة من المخدرات القوية وحجز 37 كيلو غراما و635 غراما من مخدر الكوكايين كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج.